زيك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على الموجة اللي تزهيكم 38 دقيقة. نعم، نطلع على أخبار الوطنية والعالمية في الصحف التونسية. نبدأ بجريدة الشروق اللي اختارت في العيون ملف تحكي على ملف السياسي، ويلتقيان في المرجعية ويتصارعان على الخزان الانتخابي. هنا تحكي على حركة النهضة وإتلاف الكرامة، السؤال المرافق للعنوان: هل تنجو النهضة من فخاخ إتلاف الكرامة؟ سؤال اللي تلقاه الإجابة متاعه في الصفحة الرابعة من جريدة الشروق. بالنسبة إلى العيون زاد اللي نلقاه الحقيقة ممكن عنوان مثير للجدل شوية: مشعوذون أفارقة يعبثون بالتونسيين. هني فما قضية من أو عديد القضايا المطروحة، وتحيل 7 ملايين للبخور و5 ملايين للمسحوق السحري. على كل تعملوا طلع على جريدة الشروق تلقاو أكثر تفاصيل. نمشوا إلى جريدة الصباح الصادرة لليوم، ونلقاو في جريدة الصباح في العيون الملف اللي هو الملف الاقتصادي اللي عنده زوج صفحات، صفحة الرابعة صفحة الخامسة، واني نحكيه على ملف شركة فوسفات قفصة في لجنة الثروات الطبيعية بمجلس النواب. الخسائر اللي وصلت 480 مليون دينار، والشركة مهددة بالاندثار. ما حقيقة استفادة النائب لطفي علي من نقل الفوسفات عبر الشاحنات؟ ونشوفه نعم، نطلع على أكثر تفاصيل. هوني رئيس المدير العام للشركة علي الخميلي اللي يحكي على خسائر الشركة اللي وصلت 480 مليون دينار في موافة 2019، واللي شكل هذا خطر جدي ويهدد الشركة بالاندثار. ونشوفه زادة شنو اللي قالت هوني عبير موسي، تحكي على المطلوب اليوم هي عودة الانتاج والتصدير. عوان الشركة البيئة اللي طالبوا بالإدماج بنظام أساسي. القوان ومديونية اللي وصلت إلى 24,000 أو 246,957 دينار موافة 2019. ديون هذه اللي تفاقمت على شركة فوسفات قفصة. علي الخميلي اللي يحكي على المداخيل سنة 2017 اللي كانت في حدود 472 مليون دينار، وبلغت سنة 2019 ما قدروا 619 مليون دينار، وكانت كلفة الأجور سنة 2017 نحو 231 مليون دينار، وعدد عدد الأعوان 6320، وبلغت كلفة الأجور سنة 2020 مقدره 301 مليون دينار، وعدد الأعوان اللي يوصل 7710 عون. وبلغ زاد مديونية شركة فوسفات قفصة كما قلنا في موافة 2019 إلى حدود 246,957 دينار، منها 32,300 دينار قروض أجنبية. مش معقول، لأنه شنو وصل اليوم شركة فوسفات قفصة من شركة رابحة ومربحة اللي تتسلف الفلوس من قروض أجنبية باش تقعد موجودة وتخلص في بعض الشهر. يلا برمجة زادة شركة فوسفات قفصة خلال السنة الجارية انتاج 5.6 مليون طن الفوسفات من الفوسفات، ونقل 6.57 مليون طن من الفوسفات، استهلاك 5 مليون طن من قبل المجمع الكيميائي، وانتاج حوالي 1.325 مليون طن من الفوسفات، اي حوالي 80% من الطاقة التصميمية لمصانع المجمع الكيميائي التونسي. وبالنظر الى ارقام المعاملات الاجمالي للمجمع الكيميائي التونسي، من المتوقع ان تتطور المؤشرات المالية خلال السنة الجارية باش توصل الى 2446 مليون دينار. على كل نراو انه الوضعية ما هيش على ما يرام، والوضعية صعيبة برشا 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 في قفصة، وسايبة كيف زاد في المتلوي في العرايس في كل الحوض المنجمي. خلينا نمشيو إلى المواضيع الأخرى المطروحة في جريدة الصباح، ولنلقاو غياب مراقبة تمويل الأحزاب. هوني يحكيوا على شوق طبيب اللي يحكي على ملف تمويل الأحزاب الخطير جدا، وحرب إقليمية تدار بالوكالة في تونس. ومن أبرز الملفات اللي أفزت الحياة السياسية هو هذا، وعطل المسار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة، اللي هو ملف تمويل الأحزاب. قضية لا تزال تثير الكثير من الجدل والنقاش والتشكيك إلى يومنا هذا، خاصة فيما يهم الأحزاب المسيطرة على المشهد السياسي والبرلماني. في مقدمتها
معناتها نشوفوا الأحزاب الكبيرة، حركة النهضة، حركة نداء تونس باعتباره الحزب الفائز في انتخابات الشرعية الرئاسية 2014، إلى جانب عدة أحزاب أخرى تؤثث إلى اليوم الحياة السياسية وتدير الشأن الوطني وتؤثر في الرأي العام. موضوع تمويل الحياة السياسية يمثل حجر الزاوية في تقييم مستوى الديمقراطية والحوكمة ونزاهة الانتخابات، وهي في المقابل موضوع شائك إلى أنه يقع في مفترق طريق بين السياسة والمال، وهما موضوعان تدور حولهما مخاطر تتعلق بالفساد وتبييض الأموال وشراء الأصوات ومجموعات الضغط والتأثير. 9 أحزاب اللي بيش يتم حلها في الفترة القادمة، هذه شو اللي قاعد يتقال. غياب الأحزاب في مثل هالمؤتمرات هذه اللي كيف ما عبروا عليه في الارتيكل اللي كتبته صديقتنا إيمان عبد اللطيف، تقول من المضحكات المبكيات أنه بالرغم أنه الندوة هذه اللي تهم الأحزاب ومصادر تمويلها وطرق تسييرها، إلى أنه غابت عنها الأحزاب وحضر فقط بعض ممثلي الجهات المنظمة وبعض الوجوه من المجتمع المدني، رغم توجيه الدعوة لقرابة 40 حزب. هذا الغياب مؤشر واضح لما آلت إليه الأوضاع فيما يتعلق بهذا الملف. مراد محجوبي اللي كان حاضر ويقول زاد أنه كل الأحزاب اللي قدمت تقاريرها لم يتجاوز تقاريرها المالية المليون دينار. على كل عبد السلام المهدي زاد اللي قال منذ 2011 لم تقدم سوى 12 حزب تقاريرها المالية وبصفة غير دورية، ولجنة مراقبة تمويل الأحزاب لجنة عاجزة عن أدائها. على كل شوفوا أنه شبهة تمويل في بعض الأحزاب من المسائل الغريبة اللي هي الملفتة للانتباه، أنه لا حزب من الأحزاب اللي قدم تقاريرها إلى الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية فاق تقريرها المالي المليون دينار. غريبة معناها، وفق ما أكدوا مراد محجوب في مداخلة خلال الندوة هذه، مش معقول معناها. احنا نعرفوا مليح وانه لفيشاج الإيربانة كهو معناتها في برشا فلوس، واحنا نعرفوا انه يصرفوا في برشا 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 فلوس. على كل تو نشوفوا زاد الثغرات اللي بالجملة في المراسيم اللي حكاوا على وجود العديد من الثغرات في المراسيم المحدثة للجنة مراقبة تمويل الأحزاب، واللي لم ينص على فرض أي عقوبات على الأحزاب المخالفة. أضف إلى ذلك عدم توفير الإمكانيات اللازمة لعمل اللجنة ومحدودية صلاحياتها، وبالوضعية اللي هي عليها لا يمكن لا المصادقة على تقارير المالية ولا غير المصادقة، فهي في وضع بلوكاج تام. قال رئيس الأول للمحكمة الإدارية أن تونس تعاني من أزمة نصوص قانونية وأزمة صياغة تشريعات اللي كبل بعضها البعض، وفي سياق متصل أوضح زاد مدير مركز الكواكب للتحولات الديمقراطية أمين الغالي، يقول أنه من خلال هذه الندوة يرى تسليط الضوء على مراقبة تمويل الأحزاب السياسية، فكما أن هناك بعض القصور في محتوى النص القانوني هناك أيضا تقصير في تطبيق مقتضياته، وبالتالي في انتظار القانون الجديد فإننا ندفع بالهياكل إلى ضرورة القيام بدورها الرقابي كما يجب، وأيضا بإلزام الأحزاب بمقتضيات الشفافية التي ستعود بالنفع على الانتقال الديمقراطي. على كل هذه تقريبا أهم ما جاء في الندوة هذه، وموضوع تمويل الأحزاب سيسيل الحبل الكثير، ورغم اللي يسيل الحبل الكثير تعطينا الفعل بالضبط شنو اللي لازم يصير معناتها باش نحاربوا الفساد الأخلاقي والسياسي والمالي في الحياة العامة. فاصل وهنا راجعين.